يا هلا والله، مساء الخير. اليوم من كادي مول، الاستاذ عبد الله المديمير وكيل اماره منطقه جازان ودشن فرع وفه جازان في كادي مول، وايضا ودشن بازار ايادينا. خليكم معي رح نشوف التسجيل. سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبد الله المديمير، سعادة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الأستاذ خالد القصيبي، سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي. لدعم الأسر المنتجة في المنطقة. الشريك الداعم. أيضا هناك تكريم باسم جمعية الأسر المنتجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحكمي من جمعية الأسر المنتجة المشرفة على هذا البازار، بازار أيادينا، مكون من 30 ركن من أنشطة متنوعة، ومؤسسة السبيع الخيرية داعمة للأسر المنتجة، وهؤلاء الأسر المشاركة في البازار من ضمن الأسر المدعومة من مؤسسة السبيع الخيرية. البازار بتنظيم أي جهة؟ من تنظيم جمعية الأسر المنتجة. أيضا وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبد الله المديمير افتتح اليوم أو دش فرع وفة جازان في كادي مول. هذا كان تدشين بازار أيادينا وأيضا تدشين
فرق غرفة جازان بكادي مول يلقاكم إن شاء الله في مكان آخر وفي تغطية أخرى. ليتكم سعيدة في أمان الله.